أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم وبدعمكم ليا. توقعات برج الأسد ليوم الأحد 20 فبراير شباط 2022. بالنسبة ليك النهاردة يا أسد، هتعشق المغامرات اللي انت بتمر بيها لليوم ده، وهتتمنى انك تقوم برحلة استكشافية النهاردة مع حبيبك في اليوم ده، وهتلاحظ اليوم في تراجع كتير جدا في الشغل او حتى في بعض المشاريع، فلازم عليك انك تركز اكتر على انك تطورها في اللحظة دي علشان ما تخسرهاش ولا تندم بعد كده انت ليه ما تدخلتش قبل ما يتفاقم الموضوع. وفي اللحظة دي هتكون مناسبة جدا لو حبيت انك تنطلق النهاردة انطلاقة حلوة جدا وكبيرة جدا ليك، خاصة لو كنت انت دايما بتفكر في انك تسافر بالطيارة. النهاردة الجو هيكون مناسب جدا ليك، وهتستمتع بالجو الجميل ده مع حبيبك بشكل كبير جدا، وهتستفيد منه بشكل رومانسي جدا ليكم مع بعض، وهتحاولوا انكم تستمتعوا مع بعض بشكل كبير. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة، هتثورك بعض الشكوك حول بعض تصرفات شريكك معاك في اليوم ده، وهتحاول انك تلاقي ليها اي نوع من انواع الحلول اللي هتبقى مناسبة ليك، وهتريح اعصابك اكتر وهتهدي الاجواء نوعا ما معاك، حتى لو كانت الحلول دي مش صحيحة او في حاجة غلط في كلامك او في طريقة تفكيرك تجاه الشخص ده. حاول انك تكون واضح معاه اكتر علشان تتخلص من انواع الشكوك دي، يا اما تكمل في العلاقة يا اما تخسرها يا اسد. بالنسبة ليك مهنيا، بحذرك من انك تكون في النهاردة في عدم استقرار في شغلك، ده ناتج عن ان المشاريع اللي احنا قلنا قبل كده مش ماشية في مسارها الصحيح، وده بيسبب عدم استقرار طبعا، وهيحصل فيه تجنب للتنقلات اللي مش مدروسة بالنسبة ليك. هتبقى بتشتغل في اي حاجة واي وقت في اي ساعة، مش مدروس جدا تحركاتك، وحاول انك تجد امنك بانك تقترب اكتر من المحيط الخاص بشغلك والمتخصص انت فيه، وما تشتغلش في حاجة انت مش بتفهم ليها فمش هتنجح. بالنسبة لك صحيا، ممكن تمر النهاردة بأزمة صحية هتكون عابرة جدا، وهتقرر منها انك تعمل معفاة كبيرة جدا من انك تنكب النهاردة في انك تمارس الرياضة باستمرار علشان تتخلص من الأزمة دي بسرعة وترجع لحياتك الطبيعية والصحية اكتر، فخليك مستعد ليها. بالنسبة لتوقعات العشرية الأولى مواليد 23 يوليو ل 2 أغسطس، هيكون عندك النهاردة كتير من الفرص علشان تنمو في المجتمع وتزدهر أكتر وأكتر، علشان تخرج من روتينك وتهرب منه وتتجدد في حياتك وطريقتك، فما تصبطش عزيمتك النهاردة وما تدخرش مجهودك ولا حتى تستغرق وقت في تفكيرك في اتجاه مصيرك لليوم ده. بالنسبة لتوقعات العشرية التانية مواليد 3 أغسطس ل 13 أغسطس، الجو النهاردة هيكون أنيق جدا ومبهج جدا ليك ومغزي جدا ليك، هيكون في يوم حلو جدا للمغازلات، وإنك تذهب لي إنك تعرض النهاردة عرض هيكون مناسب ليك، والدعوة اللي انت هيتم دعوتك ليها ممكن إنك تعثر على العديد من الاتفاقات في الحضور الحفلة دي اليوم ده، وهتعود عليك العقود دي كلها بموقع وموافق عليها ومستثمرة. بالنسبة لتوقعات العشرية التالتة مواليد 14 أغسطس ل 22 أغسطس، السماء مش بتكبر النهاردة وحيد جدا لليوم ده، لكنها هتسبب ليك ضجة في الجامعات اللي انت بتكون قاعد فيها، وهيكون في منافسات كتيرة جدا وجو كهربائي قليلا، فخليك حذر اكتر علشان تتخطى الجو ده بأقل الخسائر. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيقضي القمر يومه اخر النهاردة في البرج الميزان التصالحي اكتر، وهنكون بنركز فيه على اننا نخلق توازن حلو جدا وانسجام حلو جدا. ممكن لمربعات القمر النهاردة في كوكب الزهرة والمريخ في الصباح ده انها تثير لي صراعات شخصية او حتى داخلية ممكن تحصل، بس هتبقى طفيفة. ممكن تتعرض الحاجة النهاردة للمساحة الشخصية مع اهداف العلاقة، وحتى يبقى في نفاذ شوية للصبر، وسقوط محتمل كتير جدا. بخلاف ده هيساعدنا العبور على القمر النهاردة اننا نشوف الجانب الاخر من القصة، والموقف هيساعدنا كتير.
وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.